السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. فيديو اليوم إن شاء الله راح أحاول أختصر قدر الإمكان. تاريخ تسجيل الفيديو 19/9/2020، تمام؟ فيديو اليوم هو فيديو اللي أطلقته بلدية إسطنبول الكبرى لدفع الفواتير عن الناس المتضررين من كورونا، أو الناس اللي وضعهم سيء، يعني فقراء، يعني ما يحسنوا أنه يسجلوا أنه يدفعوا قيمة فواتير الغاز أو الماء، فقط الغاز والماء يا جماعة الخير، تمام؟ ما راح نطول الفيديو، على بركة الله نبدأ. راح نشوف شلون طريقة التسجيل على الرابط. كالعادة أنا محتفظ بالرابط صندوق الملاحظات تبع تليفوني يا جماعة الخير، تمام؟ هاي دخلنا على الرابط، نعطيه أول خيار، تمام؟ أعطينا أول خيار، ضغطنا عليه، راح ينقلنا على، نحاول ترجمها. طبعا أنصح الجميع بالدخول من متصفح الكروم، تمام؟ أنصح الجميع أنه يدخلوا عن طريق متصفح الكروم. راح نعطيه أترك فاتورة، تمام؟ هاي كمان نترجم مرة ثانية، خيارات ترجمة متصفح الكروم يا جماعة الخير، نزلوه من الجوجل بلاي، تمام؟ هاي نحط الاسم مثل ما موجود. طبعا شرط يا جماعة الخير الفواتير تكون باسمك حصرا، وما بيكون باسمك لا سيارة ولا بيت ولا أي أو ما شابه ذلك، تمام؟ مشان تكون على بينة. وتسجل الاسم، لازم يكون الاسم بالفاتورة مثل ما موجود بالكملك، إذا في فرق نقطة ما راح يقبل الرابط مهما كان. لازم إذا في عندك خطأ بالفاتورة لازم ترجع تصححها من مديرية الغاز أو المي، تمام؟ مثلا نحاول ندخل، طبعا ندخل بالأحرف الكبيرة أحمد مثلا، تمام؟ اللقب أو الكنية العلي مثلا، رقم 99 يا جماعة الخير بدك تسجلوا 11 رقم، حاليا ما عم ينكتب معنا، ايش لازم نعمل؟ تمام؟ راح نحاول وين نروح؟ نفتح صفحة بأي مكان إن كان، تكتب التي جي تبعك مثلا وليكن هذا، نعطيه نسخ. شوفوا هاي حل لمشكلة عدم الكتابة، تمام؟ نعطيه تحديد الكل هين، تمام؟ اختيار الكل، لصق، شوفوا نعطيه لصق، شايف انكتب يا جماعة الخير. رقم الهاتف المحمول، في حال ما انكتب معك نفس الطريقة ادخال التيجي، فرضا هين انا انكتب عندي، تمام؟ لازم يكون صحيح. خيارات، هي الاغداش هي الغاز، انا اتزلج وهي المياه، تمام؟ الاسكي، تمام؟ بعد ما نختار الغاز، اختارينا فرضا الغاز. في رقمين في فاتورة الغاز تبعكم يا جماعة الخير اللي بدكم تدفعونها، طبعا كل فاتورة غاز لها رقم خاص فيها، رقم ثابت ورقم متغير. شوفوا هون الرقم الثابت راح نحطه، الرقم المتغير هين، ونعطيه نأشر على هذول الاثنين. هاي بالنسبة للغاز موافق، طبعا كالعادة ما راح نقراهم، مو أقلق، نعطيه تعليق الفاتورة، تمام؟ يعطينا تم الدفع أو تم تسجيل القيد. المي كذلك الأمر، تمام؟ كمان في عندك رقم ثابت، المي ثابتة طبعا ما لها، ما يتغير الرقم هذا، ثابت، ندخله، دخلناه فرضا، ونعطيه تعليق الفاتورة بعد التأشير على هاي المؤشرين. أحيانا لازم الشخص يكون له قيد ضمن البلدية، أحيانا لازم يكون الشخص له قيد ضمن البلدية، فما يطلع لكم هاي مباشرة، يطلع لكم شيء كبسة خضراء بدك تسجل قيد على كل يعني المراحل. حاليا في واحد من الشباب انا راح اسجل له وحده العوائل ان شاء الله، يعني ما له قيد بالبلديه، راح نشوف شلون راح يعطينا الرابط. تابعوا معي اول باول، راح ادخل فواتير الشاب ونشوف شلون معلومات الشاب بالرابط ونكمل معاكم. طبعا هاي الشاب دخلنا معلوماته، فاتوره الغاز راح نعطيها تعليق الفاتوره من هذا المكان، تمام؟ تعليق الفاتوره، شوفوا ايش اعطونا، ما له قيد، تمام؟ ما له قيد في رابط البلدية، راح نسوي له قيد من خلال الضغط على الكبسة الخضراء، تمام؟ راح ينقلنا على رابط آخر، نعبي هذا الرابط، نرد نرجع من جديد على رابط الفواتير ونعبيه من جديد يا جماعة الخير، ونكون بهي الطريقة إن شاء الله. يعني طبعا راح نعطيه ترجمة، تمام؟ راح تدخل رقم الكملك، الاسم، اللقب، الجنسية، تمام؟
أو ما شابه ذلك. تمام، راح نعبي البيانات ونكمل معاكم يا جماعة الخير مشان حفاظا على معلومات الشاب. طبعا حاليا نكمل معاكم على الأخفين التي جي تبعه والاسم. تمام، راح ندخل الجنسية، اخترت تي جي أو تي جي، طبعا تي جي 99 عندك، البلد سوريا. تمام، هاي سوريا اختاريناها. الوضع القانوني حماية المؤقتة. تمام، ما في داعي، هاي طبعا ما في داعي تعبي. المواطنة ما في داعي تعبي، بس عبارة تأشر إذا بدك، إذا أنت مسجل النفوس بس تأشر. تمام، ما في داعي للرقم الخارجي للباب أو ما شابه ذلك. رقم الاتصال حاليا راح نحطه يا جماعة الخير، نكمل معاكم. طبعا حاليا دخلنا رقم الشاب انه ينتمي الى نفسي. تمام تمام يا جماعة الخير، دخلنا الرقم نعاد الصفر، لمن ينتمي هذا الرقم؟ لنفسي. تمام، ونأشر على هذا هذا المربع، بعدين نحط رقم ثاني ايضا لصق رقم اخو الشاب، طبعا غريب مثلا، عنوان بريد الكتروني ما يلزم، ما يلزم الدخل، حالة اجتماعية اعزب، اجمالي عدد الافراد اللي يعيشون في الاسرة مثلا هم 4، عدد المعاقين 0، اجمالي عدد الاطفال 1 مثلا 0 اللي يروحون المدرسة، البالغين 0، المؤسسة التي تعمل بها يوك لا يوجد فرضا، ما في اذن عمل عنده، نكتب يوك، مهنة الشخص يوك. تمام، تلقى موجود؟ لا، هل تتلقى دعم؟ مبلغ 0، الضمان الاجتماعي تمام؟ لا، دخل الأسرة فرضا، دخل الأسرة فرضا دخل الأسرة فرضا حطه 2500، سند إقامة؟ لا، سند عمل؟ لا، ملكية؟ ما يملك شيء، ملكية أيضا لا، سند الإسكان؟ استئجار، نختار تأجير ونأشر على المعلومات، هاي هاي المعلومات نعطيه، نعطيه تطبيق يا جماعة الخير. تمام، أؤكد حاليا صار لغيد ضمن البلدية، صار لغيد ضمن البلدية حاليا. راح نرجع وين؟ على رابط دفع الفواتير. تمام، كالعادة صندوق الملاحظات تليفوني، راح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب، راح ندخل على الرابط من جديد. كالعادة أخذ فاتورة كبسنا عليها. تمام، فاتورة معلقة، راح ندخل بيانات الشاب ونكمل معكم. طبعا حاليا راح نعطيه موافق، موافق، نعطيه تعليق الفاتورة، طبعا جاي يقول انه ما عليه فاتورة، فاتورة غاز، راح ندخل المي، راح نعطيه تعليق فاتورة الماء. بيعطيني انه ما في فاتورة. طبعا يا جماعة الخير حاليا سجلنا له على المي، اعطى انه تم التسجيل. تمام، تم التسجيل، كان مخربط معي بالرقم، اعطيني الرقم خطأ، حاليا تم التسجيل، راح نسجله على فاتورة الغاز ايضا، نعطيه كابات ونرجع لفاتورة الغاز. وهي يا جماعة الخير دخلنا فاتورة الغاز، في رقمين لفاتورة الغاز، فاتورة المي رقم 1 ثابت. تمام، وتم الدفع حاليا، نضغط على هاي كبات، مش حال الشاب، وراح الرسائل اللي عنده انه سيتم دفع الفواتير في الايام القادمة ان شاء الله، راح ادفع على عيلة ثانية ونشوف شلون الطريقة. طبعا العيلة الثانية انا مسوي لهم قيد من زمان، حاليا راح ادفع لهم الفاتورة عن طريق رابط اللي اطلقته البلدية مجانا يا جماعة الخير. البلدية هي اللي تدفع فواتير عن الناس، طبعا انت وحظك، احيانا تطول شهر 15 يوم، احيانا مباشرة يدفعوا لك، انت وحظك، يجيك رسالة انه تم الدفع. راح نشوف بيانات العائلة الثانية، العوائل الاخرى.
هيا جماعة الخير، الواحد أول ما يسجل غيد ضمن رابط الفواتير تجي هي الرسالة. بعد أسبوع 10 أيام 15 يوم في حال تم دفع الفواتير تجيك هي الرسالة، تمام؟ مفادها أنه تم دفع الفواتير، تمام يا جماعة الخير؟ وهي أحد الشباب راح بعث لي صوت أنه جتني رسالة وتم دفع الفواتير، طبعا بعد شهر من تسجيلها مشان الناس تعرف، مو مباشرة. شلونك ابو حمزه، ايش اخبارك؟ ان شاء الله بخير. ابو حمزه، هاي الرساله جتني كانه فاتوره الغاز وفوها مو هيشذ. يعني هذا الاخ دفعوا له فاتوره الغاز قيمتها كبيره جدا، شوي فوق ال 300 يمكن، الله اعلم حسب ما ذكر لي، فوق 350 ايضا. تمام يا جماعه الخير، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، مشاركه رابط الفيديو لاوسع نطاق مشان الناس تستفيد من هذا الامر، فقط لبلديه اسطنبول يا جماعه الخير، فقط لبلديه اسطنبول. شرط يكون الفواتير الغاز والمي باسمك، تمام؟ تدخل تسجل غيد على هذا الرابط، وان شاء الله خلال 15 يوم 20 يوم يتم الدفع. طبعا بدك تسجل وتاكد التسجيل، يعني تم التسجيل، ها مو بس انه والله حطيت البيانات ما تعرف. تابع الفيديو من الالف الى الياء. هي صار سجلت لعائلتين يا جماعه الخير، اعذروني على الاشخاص اللي ما عم بحسن ارد عليهم مشان موضوع التسجيل، انا اسف يا جماعه الخير. عندي اكثر من 10,000 متابع، يعني عدم المؤاخذه اذا بدي اسجل للكل، للنص للربع مهما احسن يعني. فعم احاول انه اساعد العوائل الايتام او اللي ما عندهم معيل او اللي ما يعرف يقرا ويكتب فقط لا غير يا جماعه الخير، فاعذروني. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اخوكم محمد ابو حمزه جامع عثرات الكرام، راح اترك لكم رابط التسجيل على فواتير الغاز ببلدية اسطنبول بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب. لا تنسوا ادعموني يا جماعة الخير، شاركوا رابط الفيديو مع أقاربكم مع معارفكم على الفيسبوك على مجموعات الواتساب، اشتركوا بقناتي مشان تدعموني مشان أقدر أقدم لكم كل ما هو جديد بإذن الله. لا تنسونا من فضل دعائكم لي ولأمي المتوفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.